خلينا دلوقتي نستعرض معاكم بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا جولتنا معاكم في بدايه الاسبوع الجديد ونزول الطلاب للمدارس والجامعات بتكون في كثافات مروريه فوق المعتاد. على سبيل المثال لو رحنا شارع رمسيس في بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل تدريجيا لحد ما نوصل لنص كوبري غمره. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليك مروريه، وشارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر كمان بيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء، وفي كثافات نسبيه عند الويلي لحد كوبري الساحل والاميريه والكورنيش من المظلات لوسط البلد، في كمان كثافات مروريه بسيطه ومتقطعه. اما المتجه الى المؤسسه في سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. بالنسبة للجيزة محور 26 يوليو الجديد واللي افتتحه سيادة الرئيس أمس سبب سيولة مرورية كبيرة للقادم من أكتوبر ومتجه لجامعة الدول العربية وميدان سفنكس وعرابي، وسبب الحقيقة كان سبب في تقليل الكثافات بشكل كبير جدا. أما شارع الهرم فبيشهد كثافات مرورية والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة، وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وفي كمان كثافات للمتجه الى كوبري الجيزه المعدني. في شارع فيصل في كثافات مروريه بتبدا من محطه المريوطيه ومكمله لحد كوبري فيصل. اما في اكتوبر فشهد طريق الواحات بعض الكثافات المروريه المتقطعه، وانتظمت حركه السيارات امام القادم من الطريق الدائري وصولا لمناطق دريم. وظهرت بعض الكثافات المتحركه للقادم من امام مناطق الفردوس وصولا الى مول مصر ومدينه الانتاج الاعلامي، كمان ظهرت تباطؤ في حركه السيارات امام القادم من مناطق الجيزه وشارع الهرم وصولا الى حدائق الاهرام ووصل دريم حتى منطقه الاعمال. بنفكركم كمان ان المرحله الثانيه لغلق الدائري القادم من المنيب الى الطريق السياحي بدات، فيا ريت ندخل الطرق البديله او التحويلات المروريه اللي تم عملها. خلينا نروح معاكم لمحافظه الاسكندريه ونشوف اخبار المرور هناك. في كثافات مروريه عند كوبري استانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوته عند الاشارات بطول الكورنيش. اما بقى الشوارع الجانبيه ففيها سيوله مروريه نسبيه، وشارع جمال عبد الناصر فيه كمان كثافات مروريه عند تقاطعه مع محور محمد نجيب. نفس كمان الموضوع في شارع عبد السلام عارف بيشهد بعض الكثافات المروريه لكنها متحركه. خلينا نكمل جولتنا المرورية مع حضراتكم ونروح لأسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بتشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ ان في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، في كمان بعض الكثافات المرورية. خلينا كمان نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس معتدل الحرارة رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية. درجة الحرارة النهاردة درجة الحرارة العظمى في القاهرة 34 درجة، وأقل درجة حرارة في مطروح 29 درجة، وأعلى درجة حرارة هتسجلها محافظة أسوان العظمى فيها هتوصل ل 39 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.